دلوقتي ان شاء الله هنبدأ ليسون 2. ليسون 2 سهل جدا، بيتكلم على الكتريك كارنت اند سيلز، يعني التيار الكهربي والخلايا الكهربائية او البطارية. يعني ده من اسهل الدروس يا ولاد، وبالرغم ان هو سهل جدا دايما الاسئلة بتاعته بتيجي في الامتحان، ما فيش امتحان بيخلو من اسئلة لازم تيجي في الكونتنت او المحتوى بتاع الليسون 2. What are the sources and the types of the electric current? Sources يعني مصادر، types يعني أنواع. بيقول إيه هي مصادر وأنواع التيار الكهربي، يعني مصدره بيجي منين وأنواعه إيه. طيب، you have known previously that electricity plays an important role in our daily life and the meaning of the electric current. إحنا درسنا في الدرس اللي فات إن الكهرباء طبعا بتلعب دور هام في حياتنا، وإن هي من cleanest source of energy because it doesn't pollute the environment. ودرسنا meaning of the electric current والpotential والelectric potential والpotential difference. طبعا خدنا properties كتير أو meaning كتير للelectric current. In this lesson we will identify some sources and types of the electric current. هنبدأ نحدد أو نعرف some sources and types، بعض المصادر وبعض الأنواع بتاعة الإلكتريك current and the methods of connecting the cells in the electric circuit، وطرق توصيل الخلايا الكهربية أو البطاريات في الإلكتريك circuit، سوري في الإلكتريك circuit، في الدوائر الكهربية. ودي كنا واخدين نبذة عنها كده في سنة ستة، اللي هو connection in series و connection in parallel. Sources of the electric current، ايه هي مصادر التيار الكهربي؟ طبعا عارفين ان في تيار كهربي مثلا بيطلع من البطاريات دي، زي البطاريات بتاعت الريموت، الكار باتري، بطاريات العربية، بطاريات لعب الاطفال، وفي التيار الكهربي اللي بيتنقل في اسلاك وهاي تاورز واللايتنج سيتس اند اوبريتنج فاكتوريز اللي كنا واخدينها زمان. ففي طبعا فرق ما بين التيار الكهربي ده والتيار الكهربي ده. Sources of the electric current. The electric current can be generated by two methods. اولا التيار الكهربي بيقدر يتولد بطريقتين. اول طريقة electrochemical cells، يعني الخلايا الكهروكيميائية. كهرو كيميائي اهو، الكترو كيميكال، كهرو كيميائي. سيلز طبعا خلايا كهرو كيميائيه زي الباتريز والالكتريك سيلز. زي كونفيرت كيميكال انرجي از كونفيرتد ان ذا الكترو كيميكال سيلز انتو الكتريك انرجي. هي بتحول الكيميكال انرجي، الطاقه الكيميائيه اللي موجوده جوه الالكترو كيميكال سيلز، انتو الكتريك انرجي. يبقى ايه الديفينيشن بتاع electrochemical cells؟ سهل جدا. They are the cells in which the chemical energy is converted into electric energy. سهلة جدا، هي الخلايا اللي الطاقة الكيميائية فيها بتتحول الى طاقة كهربية. Second, electric generators or dynamos. الدينامو اللي كنا واخدينه في سنة خمسة اللي هو المولد الكهربي، كنا واخدين في الاكتيفيتي بتاعت فريدي او فاراداي ان الميكانيكال اور كاينيتيك اور كينيتيك انرجي كونفيرتد ان ذا داينامو او ان ذا الكتريك جنريتور انتو الكتريك انرجي. يبقى هنا كينيتيك انرجي، كينيتيك انرجي اور ميكانيكال انرجي كونفيرتد انتو الكتريك انرجي ان ذا داينامو. يبقى الكتريك جنريتورز اور داينموز زي ار ذا ديفايسز. هنا بقى بنقولش سيلز، ناخد بالنا الفرق، بس هنا سيلز زي ار ذا سيلز هي خلايا، هنا بنقول زي ار ذا ديفايسز لان دي اجهزه. ان ويتش ذا ميكانيكال اور كينيتيك انرجي از كونفيرتد انتو الكتريك انرجي. هي اجهزه بيتحول فيها الطاقه الحركيه او الطاقه الميكانيكيه انتو از كونفيرتد انتو بتتحول الى الكتريك انرجي، طاقه كهربائيه. Examples: dry cells or batteries. ده example على الالكتروكيميكال سيلز،
والدينامو اور الكتريك جنريتور. ولو بصينا كده هنلاقي شكل الدينامو بتاع البايسكل، وده طبعا اكزامبل على الدينموز او الالكتريك جنريتور. the types of the produced electric current. احنا قلنا احنا هندرس ايه الاول؟ هندرس السورس او السورسز اند تايبس. وهنا برضو هو سأل عن سورسز اند تايبس. احنا دلوقتي خدنا السورسز المصادر. طيب كل بقى مصدر من دول بيطلع نوع معين من الالكتريك كارنت، يبقى the type of the produced electric current. احنا قلنا احنا خدنا السورسز. الالكتروكيميكال سيلز دي بروديوس دايركت الكتريك كارنت، يعني تيار كهربي مستمر، لكن الالكتريك جنريتور بيطلع حاجه اسمها alternating electric current، تيار متردد. تيار متردد، وهنفهم يعني ايه تيار متردد ويعني ايه تيار مستمر. يبقى عندنا types of electric current، انواع التيار الكهربي. Electric current can be classified according to its direction and intensity in the conductors. التيار الكهربي بيتصنف او بيتقسم على حسب الاتجاه بتاعه، الدايركشن بتاعه، والانتنسيتي الشده بتاعته، شده التيار، الى في الكوندكتور انتو دايركت الكتريك كارنت الترنيتنج الكتريك كارنت. بيتقسم الى تيار كهربي مستمر وتيار كهربي متردد. السورس طبعا السورس من اللي احنا خدناه قبل كده، السورس بتاع الدايركت الكتريك كارنت هيبقى الكتروكيميكال سيلز such as dry cells and batteries، الخلايا الكهروكيميائيه زي البطاريات وزي البطاريات الجافه او الخلايا الكهروكيميائيه الجافه. الالترنيتنج الكتريك كارنت السورس بتاعه الكتريك جنريتورز such as dynamo. يبقى اول حاجه السورس من اللي احنا خدناه قبل كده. طيب الانتنسيتي الشده بتاعته، الدايركت الكتريك كارنت ات هاز ا كونستنت انتنسيتي، ليه شده ثابته، ليه الكتريك كارنت انتنسيتي كونستنت يعني ثابته. وده الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاعها، ادي الكارنت انتنسيتي وادي التايم، طبعا ريبريزنتد باي ا ستريت لاين parallel to the x-axis أو parallel to the time-axis because it doesn't change as the time base أو as the time bases. الـ intensity بتاعت الـ direct electric current زي ما احنا شايفين doesn't change. say مثلا ان هنا 5 أمبير، هنا مثلا 5 أمبير، هيفضلوا طول الوقت 5 أمبير، يبقى الـ intensity constant doesn't change as the time basis. طيب الـ alternating electric current بقى it has a variable intensity، ليها شدة متغيرة، شدة متغيرة، وفي نفس الوقت برضو ليها direction متغير. اهو ادي الـ current intensity وادي الـ time، زي ما احنا شايفين بيبدأ increases from 0 to maximum value، اللي هي مثلا لو قلنا 5 يبقى هو بيبدأ من 0 بعد كده يوصل ل 5، وبعد كده يبدأ يقل من 5 ل 0، وبعد كده يزيد من 0 ل 5 في الاتجاه المعاكس، وبعدين يرجع من 5 ل 0 تاني وهكذا. بالرسمة دي كده الفرق بينهم بقى واضح، زي ما قلنا ده بيزيد من 0 لفايف طبعا جراديولي تدريجيا، لكن ده طبعا بيفضل طول الوقت 5. وهنا ناخد بالنا هنا برضو التايم، يبقى هنا as the time passes the value of the its intensity is change is changeable، يعني variable intensity الانتنسيتي بتاعته بتتغير، زي ما قلنا بيزيد من 0 1 2 3 لحد ما يوصل ل 5 وبعد كده يبدا يقل تاني وهكذا، لكن ده constant and doesn't change as the time basis. الدايركشن والدايركشن برضو واضح من الرسمة دي، بس هناخد له برضو رسمة تانية كده عشان برضو يبقى أوضح بالنسبة لنا. It is a unidirectional، يعني it flows in one direction. Unidirectional يعني موحد الاتجاه، unidirectional يعني موحد الاتجاه، يعني ليه اتجاه واحد بس. So it flows in one direction. The electrons طبعا احنا عارفين ان الالكتريك كارنت هو عبارة عن ايه اصلا؟
الالكتريك كارنت قلنا it is the flow of the electric negative charge. It is معلش سوري مش الكلام ده. It is the flow of the electric negative charges لما قلنا اللي هي الالكترونز in a conducting material أو through a conductor اللي هو metal wire. يبقى الالكترونز الالكترونات اللي احنا قلنا electric negative charges flow from one pole of the electrochemical cell. بتبدأ تحرك من قطب من الالكتروكيميكال سيل passing through all the components of the circuit to the other pool. ونفتكر لما كنا بنحل الأسئلة بتاعت thinking أو Tim's question إن لازم يبقى passes through all the components of the circuit and return to the other pool, ولازم يرجع للبول التاني عشان تبقى closed circuit. وده الشكل بتاعها كده زي ما احنا شايفين, ادي يوني دايركشنال فلو ان وان دايركشن فروم ذا بوزيتيف بول طبعا الريزوليوشن سيء جدا فروم ذا بوزيتيف بول اند باسز باي اول ذا كومبوننتس اوف ذا سيركت تو ذا اذر بول اللي هو النيجاتيف بول. طيب الالترنيتنج كارنت بقى it is variable in direction, احنا قلنا variable intensity و variable direction برضو. The electrons flow in one direction at the beginning, في البداية بيبدأ يتحرك في اتجاه واحد زي ما احنا شايفينه, وبعدين بيبدأ يقلب ويرجع تاني. Then starts to flow in the opposite direction, وبعد كده يبدأ يتحرك في الاتجاه المعاكس. And this cycle is repeated many times with high speed, والسايكل دي بتتكرر مرات عديدة بسرعات عالية جدا, عشان كده ما بنقدرش نحس بيه, ما بنقدرش نحس ان هو اصلا متردد عشان بيبقى بسرعات عالية جدا العين والمخ البشري ما بيقدرش يدركها. وادي شكله, ادي السورس اوف الترنيتنج كارنت. ناخد بالنا هنا بقى ده داينامو اور الكتريك جنريتور, لكن ده الكتروكيميكال سيل. طبعا ادي اول اتجاه اللي هو بلونه جرين اهو, تمام, يمشي كده and passes by all the components of the circuit, وبعدين يرجع في المره الثانيه يمشي في الاتجاه المعاكس اللي هو الريد, وهكذا. والحركه دي بقى تتكرر كتير اهو, كده تتكرر كتير في وقت قليل جدا وبسرعه كبيره جدا. Transference, وده برضو من الأجزاء المهمة جدا واللي دايما بتيجي في الامتحان. It can be transferred only for short distances. ده مين ده؟ ده ال direct electric current. ال direct electric current اللي هو unidirectional اللي هو بيطلع بالباتري أو بالدراي سيل. It can be transferred only for short distances, بيقدر ينتقل لمسافات قصيرة. لكن ال alternating electric current اللي هو بيبقى variable direction, it can be transferred for short and long distances through wires, بيقدر يمشي لمسافات قصيرة زي ده, وبيزيد عنه ان هو يقدر يمشي لمسافات بعيدة. لكن ناخد بالنا ان ال direct current cannot transferred for long distances. طبعا من هنا نقدر نستنتج ان الكهرباء اللي بتنور بيوتنا واللي بتجيلنا من السد العالي واللي بتجيلنا من الالكتريك باور ستيشن كلها بتبقى ايه؟ ها؟ الترنيتنج الكتريك كارنت, كلها بتبقى الترنيتنج الكتريك كارنت. تشينج تو انذر تايب, يعني قدرته على التحول للنوع التاني. الدايركت الكتريك كارنت it cannot be converted into an alternating current, ما ينفعش نحوله ويبقى alternating current. لكن الالترنيتنج كارنت it can be converted into direct current, ينفع نحوله لدايركت كارنت بحاجات كده اسمها converters, محولات هتاخدوها لما تكبروا. اليوزز بتاعت الدايركت الكتريك كارنت it used in electroplating processes operating some electric appliances. طبعا operating some electric appliances تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية طبعا البسيطة زي التويز لعب الأطفال, زي الريموت, زي السخان مثلا, فيعني بيشغل
بعض الأجهزة الكهربائية البسيطة، وبيستخدم في electroplating processes في عمليات الطلاء الكهربي، زي ما احنا شايفين كده ده بار من سيلفر عشان نعمل بليتنج، نطلي بيه فورك باستخدام بينتنج a fork by a layer of silver، يعني طلاء الشوكة بطبقة من السيلفر. ده بيتم بالدايركت كارنت بتاع اللي هو produced from the batteries. لكن الـ alternating current it is used in lighting houses and streets، إضاءة المنازل والشوارع، operating electric appliances تشغيل بعض الأجهزة تشغيل معظم الأجهزة الكهربائية اللي في البيت. يبقى الـ definition بتاع الـ direct electric current برضو من الـ concepts اللي احنا خدناها دي، إن هو constant intensity و constant direction أو unidirectional، يعني بيتحرك in one direction only. It is the electric current which has a constant intensity and flows in one direction. Sorry, and flows in one direction in the electric circuit. Alternating electric current. It is an electric current which has variable intensity and flows in two opposite directions in the electric circuit. أو ممكن نقول which has variable intensity and direction. وناخد بالنا من السيمبل DC، ده اختصار direct current، دي direct C current، وهنا AC اختصار alternating current. هنا سؤال give reason for، وده من الأسئلة الشائعة واللي دايما بتيجي في الامتحانات وبتتكرر في امتحانات آخر السنة. give reason for the alternating current is preferred to the direct current. الناس أو ال alternating current، التيار المتردد، بيفضل استخدامه عن ال direct current. طبعا عشان ده ليه ميزات كتيرة، أولا بنقدر ننقله لمسافات طويلة، تاني حاجة بقدر أحوله ل direct current لو أنا عايز. يبقى because it can be transferred for long distances and it can be changed into a direct current. يبقى عشان transferred for long distances، بيقدر يتنقل لمسافات طويلة، and can be changed into direct current، وبعرف بقدر أحوله لتيار مستمر عادي. We can summarize the previous explanation in the following graph. نقدر نلخص كل الشرح اللي فات في الجراف ده. الدايركت الكتريك كارنت السورسز بتاعته ايه؟ الكتروكيميكال سيلز. والالكتروكيميكال سيلز بروديوسز ايه؟ دايركت الكتريك كارنت. طيب والالترنيتنج الكتريك كارنت ها بروديوسد باي electric generator، يعني بينتج بواسطة أو بينتج عن طريق الالكتريك جنريتور، المولد الكهربي، ويبقى والسورس بتاعه هو الالكتريك جنريتور، والالكتريك جنريتورز بروديوس alternating electric current، وده التايبز اوف ذا الكتريك كارنت، وده السورسز بتاعة الالكتريك كارنتس. methods of connecting the cells in an electric circuit، طرق توصيل البطاريات في الالكتريك سيركت، ودي اللي كنت قلت لكم خدنا جزء منها كبير في سنة 6. Several electric cells connected together to form what is known by battery. لسه كنا واخدينها في أول الدرس، ولما كنت بقول لكم خلاص بقى ما ينفعش لو جالنا في امتحان حاجة زي كده نكتب عليه electric cell or battery، لا أنا لازم أختار حاجة يكتب battery، ولو واحدة بس أكتب إيه؟ electric cell. يعني لو هنا كده اكتب دي electric cell، لكن دول على بعض لازم اكتب ان دول battery. يبقى لو في several electric cells، كذا بطارية، كذا حجر قلم يعني زي ده كده، connected together to form what is known as a battery، بيكون لي حاجة اسمها battery. There are two methods of connecting electric cells. الخلايا الكهربية ليها طريقتين يتوصلوا بيها. أول حاجة series connection، توصيل على التوالي، و parallel connection، توصيل على التوازي. وزي ما احنا شايفين التوصيل على التوالي بيبقوا كلهم
جنب بعض، والمش مش جنب بعض بس كمان، لا ناخد بالنا بقى ان البوزيتيف مع نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، وفي الاخر هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، في الاخر في تو بولز للباتري كلها على بعضها. لكن هنا لو بصينا هنا كلهم، كل دول مشتركين في بول واحده اللي هي النيجاتيف بول، وكل البوزيتيف بتاع الثلاثه مشتركين مع بعض في بوزيتيف بول واحده. هنفهم دلوقتي اكتر. The method of connection، طرق التوصيل. The different pools are connected with each other as follows، الأقطاب المختلفة بيتوصلوا مع بعض بالطريقة اللي هنقولها دي. The negative pool of the first cell، آدي الفيرست سيل النيجاتيف بول بتاعها اهو، تمام. يبقى the negative pool of the first cell with the positive pool of the second cell، بالبوزيتيف بول بتاع السكند سيل، وهكذا. The negative pool of the second cell with the positive pool of the third cell، والnegative pool of the second cell is connected with the positive pool of the third cell and so on. في النهاية يبقى البوزيتيف بول of the first cell، البوزيتيف بول اهو بتاع الفيرست سيل، والنيجاتيف بول بتاع الثيرد سيل are the two pools of the battery، هما القطبين بتوع الباتري. طيب هنا بقى لو بصينا، دي طبعا الطريقة بتاعت التوصيل بتاعتها مختلفة. The similar pools are connected with each other as follows، السيميلر بولز بقى بيتوصلوا ببعض. The positive pools of all cells are connected together with one end to act as a positive pool، البوزيتيف بول بتاع كل الخلايا بيتوصلوا مع بعض عشان يدوني بوزيتيف بول واحد، عشان يشتغلوا كأنهم one positive pool. والنيجاتيف بولز اوف اول سيلز، النيجاتيف بولز بتاعت كل الخلايا او الكهربائيه يعني، are connected together with one end، كلهم متوصلين مع بعض بنهايه واحده او بطرف واحد، to act as a negative pool، عشان يعمل كقطب سالب. وادهم كل الفيرست والسكند والثيرد كلهم متوصلين مع بعض، البوزيتيف بول بتاعهم يعني عشان يدينا بوزيتيف بول، وهنا كلهم متوصلين بعض عشان يدينا النيجاتيف بول. يعني هنا مفيش حاجه مميزه، يعني هنا كان مميزه ان البوزيتيف بول بتاع الفيرست سيل مع النيجاتيف بول بتاع اللاست سيل او الثيرد سيل، لكن هنا هم كلهم مع بعض مديني بوزيتيف، وهنا كلهم مع بعض مديني نيجاتيف. Therefore there will be one positive pool and one negative pool for the produced battery، عشان كده في النهايه في one positive pool و one negative pool of the produced battery. والكلام ده النوت دي خدناها قبل كده. The electric cell is represented by الشكل اللي قدامنا ده، اللي احنا قلنا خط قصير وخط طويل، two straight parallel lines، يعني خطين مستقيمين متوازيين. The longer one represents the positive pool، الأطول بيمثل positive pool، and the shorter one represents the negative pool، والأصغر بيمثل negative pool instead of the symbol، بدل ما نرسمها بالشكل ده في الدائرة طبعا بنرسمها على طول negative مع positive، تمام. يبقى shorter ده negative، والlonger positive، والshorter negative. دلوقتي ان شاء الله هنبدأ في الجزء الثاني من الدرس، وهو اسهل كمان من الجزء الاولاني. measuring the electromotive force، the electromotive force of electric cells when they are connected in series، لما يكونوا متوصلين in series يعني على التوالي. procedures، connect a voltmeter to an electric cell of electromotive force equal 1.5 volt as shown in the following figure. وطبعا البوينتر ده بوينتر بتاع فولتميتر، لان احنا عارفين احنا لما نوصل الفولتميتر on parallel
على الالكتريك سيل او على الباتري بيقيس الالكتروموتيف فورس. يبقى ريكورد ذا ريدنج اوف ذا فولتميتر، هنسجل القرايه بتاعت الفولتميتر وهنسميها مثلا ليت ات تو بي اي 1، يعني هنسميها اي 1. طبعا اي 1 هتبقى 1.5 فولت. كونكت انذر سيميلر سيل، يعني خليه تانية مشابهه ليها تماما، يعني برضو 1.5. يبقى دي 1.5 ودي 1.5. similar cell to the first cell، يعني خلية مشابهة تماما للخلية الأولى، in series as shown in figure B. وبعدين record the reading of the voltmeter، in this case let it to be E2. طبعا E2 هيبقى twice E1، أو هيبقى equal 1.5 plus 1.5 يبقى equal 3، or equal 1.5 times 2 هيبقى equal برضو 3. يبقى E2 is twice E1، يعني قدها مرتين. Connect another similar cell in series as shown in figure C. هنوصل cells تالتة برضو قيمتها 1.5، يبقى 1.5 1.5 1.5 هيدينا 4.5. Record the reading of the voltmeter in this case let it to be E3. The reading of the voltmeter E3 4.5. E3 equals 3 times E1. طيب في الحالة دي لما هم يكونوا equal، تمام، يبقى ممكن أجمعهم أقول مثلا 1.5 plus 1.5 plus 1.5 يبقى هيدينا 4.5، or أو ممكن أقول 3 times 1.5، مش هما تلاتة وكل واحدة 1.5، يبقى 3 times 1.5 برضو هتدينا نفس 4.5، او هنا اقول 2 تايمز 1.5 برضو هيدينا 3. طب لو هما بقى ديفرنت، يعني ممكن نلاقي ده 1.5، يعني مسائل تانية، يعني 1.5 دي 3 دي مثلا 6 واحدة رابعة 4.5، يبقى طبعا ما ينفعش نقول القانون بتاع التايمز. القانون بتاع التايمز لو هما 3 وايكوال يبقى هنقول 3 تايمز 1.5، لكن لما يكونوا ديفرنت يبقى لازم نعمل لهم adding، او لازم نعمل لهم submission، لازم نجمعهم مع بعض. Conclusions: the electromotive force of a group of different dry cells connected in series the equal the sum of the electromotive forces of these cells، بيساوي المجموع بتاعهم. يبقى E battery، E battery بتاعت البطارية equal E1 plus E2 plus E3. E1 طبعا مش E1 بقى اللي هي دي، لا E1 plus E1 plus E2 plus E3. وزي ما قلنا في حالة ان هما يكونوا equal او or similar، يبقى the electromotive force of a group of similar dry cells connected in series، وطالما similars يبقى كلهم ليهم نفس الفاليو، يبقى the number of the cells in times electromotive force of one cell، زي ما قلنا 3 times 1.5 او 2 times 1.5 يبقى equal n عددهم times ال E1 بتاعت الواحدة فيهم. وده the relation between the electromotive force طبعا on vertical axis and number of similar cells، number of cells على ال horizontal axis connected in series لما بيكونوا متوصلين على التوالي، can be represented by the opposite graph طبعا straight line passes by the origin point because it is a direct relation by increasing the number of the cells the electromotive force increases. يعني لو عندي 1 electromotive force 1.5 مثلا electromotive force تبقى 1.5، عندي 3 electromotive force تبقى 3 مثلا، لو عندي 4 من ال 1.5 هيبقى عندي 6 عشان هنعمل 4 تايمز 1.5 فيبقى 6، وهكذا كل ما بنزود النمبر اوف سيلز. عندي سيل واحده هيبقى 1.5، عندي 2 سيلز هيبقى 3، عندي 3 سيلز هيبقى 4.5، عندي 4 سيلز هيبقى 6، وهكذا كل ما بنزود ال number of cells ال electromotive force increase. Give reason for some electric cells are connected in series in the electric circuit.
بعضهم بعض البطاريات بتوصل ان سيريز بالدوائر الكهربية، يبقى to obtain a battery its electromotive force is high. عشان نحصل على بطارية الالكتروموتيف فورس بتاعتها كبيرة، وناخد بالنا هنا ممكن نتلخبط ونفتكر ان هي برل، لكن هو هنا جايب ادي النيجاتيف والبوزيتيف اهو، واصل مع ايه؟ مع النيجاتيف بتاع السكند، والبوزيتيف بتاع سوري النيجاتيف بتاع السكند متوصل مع البوزيتيف بتاع الثيرد، والنيجاتيف بتاع الثيرد متوصل بالبوزيتيف بتاع الفورس، والنيجاتيف بتاع الفورث هو النيجاتيف بول، والبوزيتيف هنا الناحية دي بتاع الفيرست هو البوزيتيف بول. Activity 2: The electromotive force of the electric cells has same electromotive force but when they are connected in parallel. لما يكونوا متوصلين in parallel هنعمل نفس الخطوات السابقة، هنلاقي هنا reading of the voltmeter 1.5. لما نوصل to in parallel، بصوا بقى لما يكونوا in parallel يبقى ال positive pole بيتجمعوا مع بعض، ال positive poles يعني بتاعتهم اتنين بيتجمعوا مع بعض ويديني 1 positive pole، وال negative poles ال 2 negative poles بيتجمعوا مع بعض ويديني 1 negative pole، وهو ده شكل ال connection in parallel، وفي الحالة دي بيديني برضو 1.5، يبقى reading of voltmeter برضو 1.5. لو وصلت 50 واحدة برضو هيدوني 1.5، تمام. ادي هنا لو وصلنا 3 برضو reading of the voltmeter 1.5 volt، يبقى ال conclusion the electromotive force of a group of similar dry cells which are connected in parallel is equal to the electromotive force of one cell E battery equal E1. وطبعا ادي الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاعها، ادي الالكتروموتيف فورس اون فيرتيكال ونمبر اوف سيلز هوريزونتال. طبعا مهما نزود النمبر اوف سيلز، يعني انا عندي هنا سيل واحده هتبقى برضو 1.5، عندي 2 برضو يبقى 1.5، عندي 3 برضو 1.4 1.5، يبقى الالكتروموتيف فورس doesn't change or still as it is or equal the electromotive force of one cell. The relation between the electromotive force and the number of similar electric cells connected in parallel can be represented by the opposite graph اللي هو straight line parallel to the x-axis أو to the axis of the number of cells. وهنا بقى شكل التوصيل بالبارل، هنا بقى ما نتلخبطش، شايفين الفرق ده البوزيتيف مع البوزيتيف مع البوزيتيف مع البوزيتيف، وفي الاخر عاملين لي بوزيتيف بول، هنا النيجاتيف كلهم مع بعض وعاملين لي نيجاتيف بول، لكن ده كان جايب اللي من النيجاتيف هنا وموصلها مع البوزيتيف هنا وهكذا. فده يا اولاد ناخد بالنا ده يبقى سيريز عادي. Give reason for some electric cells are connected in parallel in the electric circuit. زي ما خدناه هنا، بس هنا قلنا to obtain a battery its electromotive force is high. هنا هنقول to obtain a battery its electromotive force is low. We connect dry cells in both series and parallel. في بعض ال electric circuits بقى بيبقى عندنا مجموعة كده من الدراي سيلز، بنوصل شوية منهم in series وشوية in parallel، يبقى to obtain different values of electromotive force عشان نحصل على قيم مختلفة للالكتروموتيف فورس. Comparison between the direct current and the alternating current، طبعا قلناه في البارت اللي فات في الجزء اللي فات. ال direct current it is a unidirectional and has constant intensity، يعني موحد الاتجاه وليه شدة ثابتة، لكن ال alternating it is variable in both direction and intensity، هو متغير في الاتجاه ومتغير في الشدة. It is produced from electrochemical cells، بينتج من الخلايا الكهروكيميائية. It is produced from electric generators or dynamos، طبعا بينتج من المولد الكهربي او الدينامو. It cannot be changed into an alternating current، ما ينفعش نحوله
لتيار متردد، لكن ال alternating current it can be changed into a direct current. ال alternating current ينفع يتحول إلى direct current لتيار مستمر. It cannot be transferred for long distances. ده ال direct current ما ينفعش ينتقل لمسافات طويلة، لكن ال alternating it can be transferred for long distances through wires، يقدر ينتقل لمسافات طويلة. Number five, it is used in electroplating processes and operation of some electric appliances. بيستخدم في عمليات الطلاء الكهربي وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية. طبعا الـ alternating current it used in lighting houses and operating electric appliances. بيستخدم في إنارة البيوت وتشغيل برضو الأجهزة الكهربائية. هنا برضو comparison between the series connection and the parallel connection. The series connection طبعا the produced electromotive force يعني our results electromotive force القوة الدافعية الكهربية الناتجة. طبعا لما بنوصل على ال series connection طبعا بتبقى high electromotive force because we add them together، يعني بنقول E1 plus E2 plus E3 plus E4 ولو كلهم equal بنقول N times E1. يبقى the electromotive force of a group of similar dry cells connected in series is equal to the number of the cells times the electromotive force of one cell. يبقى ناخد بالنا دي، نحط هنا خط is equal to the number of the cells، يعني لو هم 3 لو هم 4 لو هم 5 times the electromotive force بتاعت ال one cell. لو هي مثلا 1.5 يبقى نقول 4 times 1.5 3 times 1.5 وهكذا. It is used to obtain high electromotive force، وبتستخدم عشان نحصل على ال electromotive force، وده ال diagrammatic figure بتاعها زي ما قلنا positive negative positive negative positive negative، وفي الاخر هنا negative pole وهنا positive pole. The parallel connection, the electromotive force of a group of similar dry cells connected in parallel is equal to the electromotive force of one cell. القوة الدافعة الكهربائية بتاعت مجموعة من ال similar dry cells و connected in parallel متوصلين على التوازي is equal to the electromotive force of one cell. ال E battery equal E1 و it's used to obtain low electromotive force. Guidelines to solve problems. إرشادات لحل المسائل. In some electric circuits the battery is formed of many cells. البطارية بتتكون من many cells زي ما قلنا قبل كده، بس الجديد بقى some of them are connected in series and others are connected in parallel. حبة منهم متوصلين كده وحبة منهم متوصلين كده، يعني حبة parallel وحبة series. طيب so the electromotive force of the battery can be measured by the following relation. بحسب دول وبعدين اعمل بلس على دول، يعني ما احنا قلنا دول كلهم كده كأنهم باتري واحدة، طب لما نيجي نوصلهم بالباقي يبقى كأنهم بقى ايه سيريز مع الباقي، يبقى اجمع كله. بس اخد بالي دول ما بيتجمعوش، دول بيدوني يعني قيمة واحدة بس، يعني لو دول كلهم 1.5 يبقى هيديني 1.5، دول دي 3 ودي 3 ودي 3 يبقى كلهم كده على بعض هيديني 3. بس خد بالنا بقى لما نيجي نوصلهم مع دول يبقى دول ان سيريز، يبقى هقول 3 بلس بقى ايه الباقي ده، وهنشوف طبعا في مسائل دلوقتي. يبقى ذا الكتروموتيف فورس اوف ذا باتري ايكوال الكتروموتيف فورس اوف سيلز كونكتد ان سيريز بلس الكتروموتيف فورس اوف سيلز كونكتد ان بارل، او هنجيب الريزلت بتاع ده والريزلت بتاع ده ونعمل لهم ادنج. ماشي، احنا عارفين طبعا الريزلت بتاع ده هيبقى سهل نجيبه والريزلت بتاع ده طبعا سهل نجيبه، بعد كده نعمل لهم ادنج توجذر. هناخد اكزامبل اهو سهل جدا. A battery consists of 3 cells. ناخد بالنا مكونه من ايه 3 cells، يبقى زي الاكزامبلز اللي فوق ده، بس هنا الالكتروموتيف فورس اوف ايتش سيل از 3 فولت. القوه الدافعه الكهربائيه بتاعت كل خليه 3 فولت. Calculate the electromotive force if the electrodes are connected in series. طبعا لو in series هيبقى 3 times 3 equal 9، او ممكن اقول 3 plus 3 plus 3 برضو هيبقى equal 9 volt.
طيب ولو هما متوصلين ان بارل كلهم التلاتة مهما نوصل، لو وصلنا 20 واحدة في الآخر هيطلع لي برضو 3 فولت عشان بيساوي الالكتروموتيف فورس بتاع واحدة بس. يبقى سيلز از كونكتد ان بارل هيبقى اي باتري، وما ننساش نكتب القانون، ما ننساش نكتب ان اي باتري ايكوال ان تايمز اي 1 ايكوال 3 تايمز 3 ايكوال 9 فولت، والاي باتري ايكوال اي 1 ايكوال 3 فولت. هنا برضو سؤال سهل جدا، calculate the electromotive force between the two terminals A and B of the two following circuits. ادي 1 و B. طيب 1 ادي فيه 2 بارل والباقي سيريز، وهنا في 3 سيريز، والثلاثة سيريز دول بارل مع الثلاثة سيريز دول، يعني دول 3 متوصلين على التوالي، ودول 3 متوصلين على التوالي، ودول مع دول متوصلين على التوازي. طيب احنا قلنا هنحسب دول اول لوحدهم، طبعا عايزين طبعا عارفين ان دول بارلل، فالريزلت بتاعتهم هتبقى ايه 1.5، يبقى الاثنين دول كانهم واحده بس ايه 1.5. وادي عندنا 2 وادي عندنا 3، ده الاكزامبل اللي قلت لكم فيه ما ينفعش نطبق القانون بتاع التايمز، ما ينفعش مثلا نقول 3 تايمز 1.5، ليه؟ لان هم اصلا هنا مختلفين، فلازم نعمل ادنج اور سميشن، يبقى هنقول 3 بلس 1.5، الاتنين دول يا ولاد نقول تاني الاتنين دول عشان ما تلخبطش هيدوني 1.5، يبقى 3 بلس 1.5 بلس 2 هيدينا 6.5 فولت. طيب هنا دول سيريز طبعا عارفين 1.5 1.5 1.5 هيبقى 4.5، ودول 4.5، والاتنين بارل مع بعض يبقى الريزلت في الاخر 4.5، يبقى 4.5 فولت. Since the two groups are connected in parallel and electromotive force of each of them is equal, so electromotive force of the battery equal electromotive force of them of one of them equal 4.5 volt. وطبعا احنا حاسبين من الاول ان electromotive force of the second group of cells which are connected also in series ادي 4.5، وبتاع الفيرست جروب 4.5، يبقى بتاع الفيرست جروب 4.5، سكند جروب 4.5، والفيرست جروب والسكند جروب ار كونكتد وذ ايتش اذر ان بارلل، يبقى الريزلت 4.5 فولت. منشن ذا ريدنج اوف ذا فولت ميتر ان ايتش اوف ذا فولوينج سيركتس نوينج ذات الكتروموتيف فورس اوف ايتش دراي سيل از 1.5. طبعا بقى بقت سهله جدا، دول ادي عندي 3 والواحدة منهم 1.5، يبقى هنقول 3 تايمز 1.5 هيبقى ايكوال 4.5 فولت. هنا 2 بارل طبعا الاثنين بيدوني واحدة بس، يبقى الاثنين دول 1.5 وادي واحدة بره 1.5 يبقى 3 فولت. هنا الاثنين دول 1.5 والاثنين دول 1.5، يبقى في الاخر 1.5 بلس 1.5 هيدينا 3 فولت. دلوقتي برضو guidelines to solve problems on connecting of cells، بس هنا بقى العكس، يعني احنا هنا كان بيديني الرسمة ماشي وبيقول لي احسب الالكتروموتيف فورس، هنا مديني برضو الرسمة بيقول لي الالكتروموتيف فورس، وهنا حتى لو ما كانش مديني الرسمة بس هو هنا بيقول لي متوصلين in series متوصلين in parallel واحسب الالكتروموتيف فورس. لكن هنا بقى هو العكس، هو هيديني الالكتروموتيف فورس ويقول لي هنوصلهم ازاي، يعني هيديني هيقول لي مثلا لو وصلنا قد ايه قد ايه الكتريك سيلز، مثلا 4 الكتريك سيلز عشان يدونا 4.5، يبقى هنوصلهم ازاي وهكذا. يبقى احنا هنا هنرسم عكس السؤال اللي فات، هنشوف دلوقتي وهنفهم هيبقى كويس جدا. برضو the method of connecting of three similar cells with each other the electromotive force of them equal e volt by knowing the electromotive force of a battery. تمام، عندنا ثلاثة similar شبه بعض، الواحدة فيهم e، يبقى طبعا if the electromotive force of the battery equal the electromotive force of one cell يبقى إذن all cells are connected in parallel. هو هنا بيقول لي احنا عندنا ثلاثة زي بعض بالظبط،
الالكتروموتيف فورس اوف ايتش اوف ذيم ايكوال اي فولت. يبقى لو الريزلت بتاعهم بتاع الباتري اللي هي جواها التلاته بتساوي الالكتروموتيف فورس اوف وان سيل ماشي، يبقى all cells are connected in parallel. والاكزامبل عشان نفهم اكتر، show by drawing the methods of connecting three similar cells the electromotive force of each of them equal 1.5. وضح بالرسم الطريقة بتاع توصيل ثلاث خلايا كهربائية الالكتروموتيف فورس اوف ايتش اوف ذيم 1.5 فولت تو اوبتين ا باتري اتس الكتروموتيف فورس ايكوال 1.5. يبقى لازم كلهم يكونوا بارل عشان في الاخر يدوني الريزلت 1.5. طيب لو قال لي بقى if the electromotive force of the battery greater than the electromotive force of one cell and equals to the summation of electromotive force of all cells يبقى all cells are connected in series. يعني ايه؟ لو الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري اللي هو قال لي هتديني مثلا قد كده هتبقى اكبر من الالكتروموتيف فورس بتاعت واحده منه وفي نفس الوقت بتساوي السمشن بتاعها يبقى كلهم ان سيريز اهو. لو قال لي برضو وضح بالرسم الطريقه اللي هنوصل بيها الثلاثه عشان يديني 4.5 طبعا يبقى كلهم ان سيريز، سهله جدا. طيب if the electromotive force of the battery larger than the electromotive force of one cell and less than the summation يعني هي اكبر من الالكتروموتيف فورس بتاعت one cell يبقى ما ينفعش كلهم بارل زي دي كده ما ينفعش. طيب واقل من السمشن بتاعه يبقى برضو ما ينفعش كلهم ان سيريز يبقى دي برضو ما تنفعش. يبقى هنشوف ايه، يبقى هيبقى حبه منهم سيريز وحبه من حبه منهم سيريز وحبه منهم بارل. The connection will be in two steps as follows. The cells are connected gradually in series until we reach the given value of electromotive force of the battery. الأول هنوصلهم series لحد ما نوصل للرقم اللي هو عايزنا نطلعه، زي هنا مثلا بيقول لي 3 فولت، هنا بيقول لي إيه؟ 3 فولت، تمام؟ يبقى هنا هوصل 2 بس in series زي ما احنا شايفين. خلاص يبقى هما كده ادوني 3 فولت. طب والثالثه، الثالثه وصلهم بارل مع واحده فيهم، ليه؟ لان الاثنين دول البارل هما كده كده هيدوني قيمه واحده بس، يبقى كانهم مديني 1.5 بلس 1.5. اتفهمت دي؟ The remaining cells is connected in parallel. الخلايا الخلايا الكهروكيميائيه الباقيه هنوصلهم in parallel with one of the cells which is connected in series. هنوصلهم مع واحدة منهم من اللي متوصلين على التوالي. لما نيجي نحل برضو هنلاقي الموضوع بقى أسهل بكتير. If you have four similar dry cells، عندنا أربعة، the electromotive force of each cell is 1.5. Show by drawing how to join them to get a new battery of electromotive force equal 3 in 3 different ways. يعني بثلاث طرق مختلف. احنا اولا عندنا اربعة وهو بيقول لي الواحدة منهم 1.4 وفي الاخر عايزينهم يدوني 3 فولت ماشي بثلاث طرق مختلف. اول حاجة ممكن اوصل 2 بارل واتنين بارل، بس في الحالة دي يعني مش يبقوا 2 وواحدة، يبقوا 2 واتنين زي دي كده اهو، 2 بارل و2 بارل. طبعا دي ودي هتديني 1.5 ودي ودي بارل هيدوني 1.5 والاثنين سيريز مع بعض هيدونا 3. طيب ايه تاني؟ ممكن اوصل 2 سيريز هيدوني 3 و2 سيريز هيدوني 3 والاثنين دول مع الاثنين دول بارل عشان في الاخر برضو يدوني 3. ممكن اوصل واحده بس سيريز مع 3 بارل، ليه؟ لان الثلاثة بارل دول كده كده دول هيدوني 1.5 بلس 1.5 هيبقى 3. سهله جدا يا اولاد، وقلنا عكس اللي احنا خدناه بالظبط. if you have 3 dry cells الالكتروموتيف فورس اوف ايتش اوف ذيم از 3 show by drawing how to join them to get a new battery of highest electromotive force. طبعا يبقى لازم كلهم in series طالما اعلى
قوة أو أكبر قوة دافعة كهربائية يبقى كلهم in series عشان يدوني 9 فولت زي ما احنا شايفين كده. الكتروموتيف، طب lowest electromotive force دي برضو يعني ناخدها الأول عشان أسهل، أقل قوة دافعة كهربائية يبقى لازم كلهم in parallel عشان في الآخر هيدوني قيمة الواحدة بس، يبقى هيديني 3 فولت، يبقى دي أقل حاجة. طب عشان يدوني 6 فولت قلنا هنوصلهم سيريز الأول لحد ما تطلع القيمة دي، يبقى هنوصل اتنين سيريز هيبقى 3 بلس 3 هيبقى ايكوال 6. طب فاضل واحدة لأن هو قايل لي هما 3 بطاريات، يبقى هنوصلها بارل مع واحدة فيهم، يبقى هنوصل 2 بارل وواحدة سيريز. In the opposite electric circuit if the key K is closed is opened, determine the electromotive force which is measured by the voltmeter 1 و voltmeter 2. احنا طبعا عارفين لما الكي بيبقى opened الفولتميتر بيقيس الالكتروموتيف فورس، تمام. طيب فولتميتر في 1 هيقيس الالكتروموتيف فورس الريزلت بتاعت الاتنين دول، وده هيطلع 3 يبقى 3 فولت بتاع في 1 هيطلع 3 فولت. طيب بتاع ذا فولتميتر في 2، طيب هنا بقى الفولتميتر في 2 احنا ما احناش عارفينها، طيب بس احنا عارفين دول. طيب حلو، هنفكر هنا بقى بطريقة مختلفة ازاي. هو لما كان الكي كلوزد مش كان عندي 3.5 اوم وكان عندي 2 امبير، يبقى من اومز لو على طول اقدر اجيب في، عايزين نخليها كده واضحة، للأسف مش هتبقى واضحة يعني، ماشي. عايزين نجيب V، طبعا V هيبقى equal ايه، ها I times R، مش احنا واخدين ان ال V equal I times R من المثلث بتاع قانون اوم، لو جينا هنا رسمناه R equal V over I، يبقى V equal R I times R. عندنا I بكام اللي هو الالكتريك كارنت انتنسيتي، هو قايل لي هنا 2 امبير، يبقى 2 times ال R resistance هو قايل لي 3.5 اوم، يبقى 2 times 3.5 هيبقى equal كام، 7 A فولت. حلو، يبقى هما كلهم كده 7 فولت، كلهم بقى 7 فولت، انا عندي هنا منهم 3، يبقى دي هيبقى ايكوال 7 ماينس 3. مش احنا قلنا ان البوتنشال ديفرنس كله او الفي كله بتاع السيركت المفروض يبقى كام من قانون اوم؟ قلنا المفروض يبقى 7. طيب انا عندي من السيفن دول هنا كده 3، يبقى دي 4، باقي ال 3، يبقى هنعمل 7 ماينس 3 ايكوال 4، يبقى التوتال بوتنشال ديفرنس ان ذا الكتريك سيركت از ميجرد وين ذا كي از كلوزد. احنا بقى بنحسب التوتال بوتنشال ديفرنس اللي هو الفرق الجهد الكلي لما الكي بيبقى كلوزد، وقلنا بيتحسب من قانون اوم اللي هو resistance times current intensity، وبالتالي ال reading of voltmeter V2 هيبقى equal V minus V1، V اللي هي ال total اللي هي 7 minus V1 اللي هي كان 3 يبقى equal 4 volt. طبعا سهلة بس يعني ها فيها لفة شوية أو فيها فكرة شوية برضو نبقى ناخد بالنا منها. هنا بقى أسهل كمان، هنا مديني الرسمة وبيقول لي calculate the electric current intensity، طبعا electric current intensity أكتب فوقها I، عايزني أحسب الـ I passing through the opposite circuit، طبعا من قانون أوم عارفين إن I equal V over R، يعني الـ potential difference dividing the resistance. الـ potential difference أختار بقى أنهي واحدة منهم؟ طبعا ولا واحدة، ده أنا أحسبهم كلهم كده باتري واحدة،
مش احنا قلنا الباتري consists of more than one electric cell. طيب طبعا دي ودي parallel يبقى هيدوني 1.5 بس, ودي ودي series يبقى هيدوني 6, يبقى 6 plus 1.5 يبقى هيدينا 7.5. وعارفين من قانون اوم ان I equal V over R, يبقى 7.5 dividing 30 هيدينا تقريبا 0.25, طبعا نحسبها على الكالكوليتر هيدينا 0.25 امبير. enrichment activity نشاط كده اثرائي يعني. how series and parallel connection affect the current intensity in the circuit, ازاي السيريز او البارلل كونكشن بيأثر على شدة التيار اللي ماشي في الدائرة. tools fresh ripe lemons, هنجيب اربع ليمونات كبار كده وطازة ناضجين يعني عشان يبقى فيهم مية كتير, يبقى فيهم liquids اللي هو اللي احنا عارفين طبعا ان الليمون بيبقى فيه citric acid يعني يبقى فيه liquid كتير يعني. four small ribbons of copper, أربع شرائح من الكبر, و four small ribbons of lead, أربع شرايط, سوري ribbons يعني شرايط طبعا صغيرة من الليد من الرصاص. كبر wires أسلاك توصيل عشان نوصل ببعض. two small electric lamps, لمبتين صغيرين. احنا عارفين طبعا من سنة أولى إعدادي إن دي فكرة عمل السمبل electric cell. فكرة هنا procedures fix ribbons of both copper and lead and fix the wires, هنثبت الليد بس هنا بقى بصوا هنا هنخليه in series يعني هنا lead وبعدين copper وبعدين lead copper lead copper lead copper, في الاخر هيدوني copper وليد اللي هو النيجاتيف والبوزيتيف خلاص. وادي اللامب. connect the circuit as in figure A and B, طبعا A قلناها خلاص دي سيريز, و B بصوا بقى بارل كل الكبر هنوصلهم يعني هنخرج منهم سلك اسلاك وفي الاخر يبقوا سلك يعني نقطة واحدة رابطة بينهم كلهم, والليد هنخرج منهم كلهم اسلاك وفي الاخر متصلين بنقطة واحدة, يبقى انا عندي نقطة واحدة بوزيتيف ونقطة واحدة نيجاتيف وفي الاخر كلهم متوصلين بايه باللامب, يبقى ده بارلل وده سيريز. الاوبزرفيشن طبعا احنا قلنا ده هيساوي مجموعهم كلهم, يبقى اكيد الالكتروموتيف فورس هتبقى كبيره وبالتالي الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي باسنج باي باسز ثرو ذا لامب هيبقى كبير, هيبقى انكريز عشان كده اللمبه هتنور اكتر. يبقى the light bulb illuminates in the two cases, طبعا اللمبة هتنور في الحالتين. number two, the illumination in figure A, الإضاءة في الشكل A is stronger than in figure B, هتبقى أكبر من الشكل B. explanation, the electromotive force of the battery in figure A is in E1, طبعا عارفين الالكتروموتيف فورس هنا هتبقى N times E1 يعني say مثلا لو هي 3 هيبقى 4 times 3 هيبقى equal 12, لكن هنا كلهم هيدوني 3 تمام, which is larger than that of the battery in figure B, لكن طبعا أكبر من الباتري في الشكل B which is E1 only. هنا هتدينا E1 اللي هي مثلا 3 بس, لكن قلنا هنا هيبقى 4 times 3 هيدينا 12. This leads to increase the intensity of the electric current flowing through the circuit in figure A more than that in figure B. The conclusions, the light bulb illuminates due to the electric current produced from the lemon. اللمبة بتنور نتيجة التيار الكهربي اللي بيمر فيها واللي بيطلع من الليمون. As the electromotive force of the battery increases, كل ما الالكتروموتيف فورس زادت كل ما البروديوسد الكتريك كارنت انتنسيتي انكريزز, كل ما التيار الكهربي اللي هينتج هيبقى زياده كل ما اضاءه اللمبه
هتبقى أشد. سؤال هنا برضه يا ولاد سهل جدا. The opposite figure represents four electric cells. ادي 1 2 3 4 4 هم are connected to an electric circuit, متوصلين في electric circuit دائرة كهربائية. وعندنا في لامب اكس لمبة هو مسميها اكس and four keys, key 1 key 2 key 3 key 4, عندي اربع مفاتيح. How can you get a stronger illumination of the lamp, اقوى اضاءة لللمبة, يبقى اكيد اقوى electric intensity او اقوى electric current. وطالما اقوى electric current يبقى انا محتاج اقوى electromotive force او highest or largest electromotive force, اقوى سوري اكبر electromotive force. By the opening and closing of these four keys, سواء بقفل او بفتح الكيز دول. Explain your answer وبعد كده جاوب. طيب يعني هو يقصد هنسيب مين مفتوح ونقفل مين؟ نقفلهم كلهم ولا نسيبهم كلهم مفتوحين؟ طبعا لو سيبناهم كلهم مفتوحين مفيش اصلا electric current هيبقى passes through the circuit, فاللمبة اساسا مش هتنور. طيب هي الفكرة, طب ينفع نقفلهم كلهم؟ طب لو قفلنا ده وقفلنا ده وقفلنا ده وقفلنا ده, خلاص هنا هيبقى في منهم بارل وفي منهم هيبقوا سيريز. مش احنا قلنا ادي التيار الكهربي بيجي هنا وبيتفرع بيخش هنا وبعدين يخش هنا, ده ادي برانشنج روت واتي برانشنج روت واتي برانشنج روت, يبقى احنا كده ما احناش هنحصل على اقوى حاجه. طيب نعمل ايه؟ هنقفل كي 1 وكي 4 بس, ونسيب كي 2 وكي 3 مفتوحين. ليه بقى؟ لما هنقفل ده ونقفل ده التيار الكهربي هيمشي كده 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 كده, هيجي يدخل هنا يلاقي ده مفتوح ما هوش هيمشي, فيمشي برضو كده يكمل في مساره, يجي يمشي هنا يلاقي ده مفتوح فيكمل في مساره. طبعا يجي هنا ده هيبقى مقفول, قلنا هنقفل ده وهنقفل ده. تمام, يبقى هو ادي عدى هنا وعدى هنا, نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف, يبقى دول سيرز. وبعدين عدى, احنا قلنا ده هيتقفل, نقول تاني اهو. تمام, عد ادي نيجاتيف بوزيتيف, هيجي داخل هنا طبعا هيلاقي ده مفتوح فما هوش هيمشي, هيكمل في طريقه. هنلاقي ادي الثالثه الا على التوالي برضو اللي هي ان سيرز عشان نيجاتيف مع بوزيتيف. وبعدين يجي داخل هنا دي مفتوح ما هوش هيعدي فيكمل على طول, هيلاقي نيجاتيف وبوزيتيف, فيبقى هم كده كلهم ان سيريز. لو انا قفلت 4 و1 وسبت 2 و3 مفتوحين هيبقوا كده كلهم متوصلين ان سيريز, عشان كده ده هيديني ذا سترونجست illumination اوف ذا لامب اكس. يبقى to get the stronger illumination of the lamp X, the keys key 1 and key 4 must be closed, زي ما قلنا ده وده نقفلهم, and the keys key 2 and key 3 must be opened, وده وده لازم يفضلوا مفتوحين, because this leads to connecting the four electric cells with each other in series. ده هيؤدي ان الفور electric cells are connected with each other in series على التوالي, which leads to increase the total electromotive force of the battery, عشان كده ال electromotive force هتبقى highest or largest. So the intensity of the electric current passes increase, عشان كده شدة التيار اللي هيمر في الدائرة هيبقى أعلى حاجة, وبالتالي ال illumination of the lamp will be largest أو will be the strongest illumination.